أهلا بكم من جديد. إذا كان الآن المطلوب تحديد حجم الإنتاج الذي يحقق أرباح وحجم الإنتاج الذي يحقق خسارة، فإن المعادلتين تكونان كالتالي. الآن شطر آخر أو معادلة أخرى تساهم في معرفة ما هو حجم الإنتاج الذي يحقق أرباح، وما هو حجم الإنتاج الذي يحقق خسائر، والذي يجب على المنظمة أن تتلافاه. وإذا وقعت المنظمة أو المشروع في هذا الزون اللي هو اللوسز زون، منطقة الخسائر، فيجب عليها أن تعرف ما هو مقدار هذه الخسارة. الآن كما قلت، المطلوب معرفة كمية الربح ومعرفة كمية الخسارة، كيف يتم الوصول إليهما، الـ quantity of earning والـ quantity of losses. الـ quantity of earning و quantity of losses equal. العلاقة تكون بهذا الشكل. كمية الربح هي عبارة عن الفيكسد كوستس بلس ايرنينج الربح divided by price of one unit minus variable of one unit. هذه هي العلاقة التي نستطيع من خلالها معرفة حجم أو معرفة كمية الربح. إذا ما هي العلاقة التي نستطيع من خلالها معرفة كمية الخسائر؟ تكون بهذا الشكل. هي نفس المعادلة، فقط نقوم بطرح الخسائر من التكاليف الثابتة. Fixed costs minus losses divided by price of one unit minus variable of one unit. لاحظ معي عزيزي الطالب، العلاقة فيما يتعلق بالوصول إلى المعادلة التي نستطيع من خلالها تحديد حجم التعادل، يجب أن يتم مراعاة عدة أمور. فنقول التالي: في ظل ثبات العوامل الأخرى، فإن العلاقة بين حجم الإنتاج والتكاليف الثابتة تكون علاقة طردية، بمعنى أننا نستطيع زيادة التكاليف الثابتة للوصول التي من خلالها يزداد حجم التعادل يزداد حجم النشاط من أجل تحقيق التعادل. العلاقة الأولى تقول: في ظل ثبات العوامل الأخرى، فإن العلاقة بين التكاليف الثابتة وبين حجم التعادل، العلاقة بينهما علاقة طردية، بمعنى أن الزيادة في التكاليف الثابتة تؤدي إلى الزيادة في حجم الإنتاج لأجل تحقيق التعادل. من ناحية أخرى، العلاقة بين حجم التعادل وبين التكلفة وبين سعر بيع الوحدة هي علاقة عكسية، أي أننا نستطيع زيادة كمية الإنتاج من خلال تخفيض سعر البيع. العلاقة الأخرى تقول أن العلاقة بين حجم الإنتاج والتكلفة المتغيرة للوحدة هي علاقة طردية أيضا، أي نستطيع تخفيض
التكلفة المتغيرة للوحدة بما يترتب عليه تخفيض حجم التعادل العكس والعكس صحيح. العلاقة طردية، كلما زادت التكلفة المتغيرة للوحدة زاد حجم التعادل، وكلما قلت التكلفة المتغيرة للوحدة قل حجم التعادل. كما قلنا العلاقة السعر، عندما نطرح السعر من التكلفة المتغيرة للوحدة يعني ذلك مساهمة كل وحدة يتم إنتاجها وبيعها في تغطية التكاليف الثابتة وأيضا في الإيراد المحقق أو الأرباح. الآن فيما هذا هو الجانب النظري، هذا هو الجانب النظري. فلنضرب مثال الآن اكسرسايز على بيانات متوافرة لدي، أرقام متوافرة لدي، كيف نستطيع معرفة أو تحديد حجم التعادل بالأرقام، كيف نستطيع معرفة تحديد حجم التعادل بالأرقام كما سيلي. سنستعرض الآن مثال على حجم التعادل، وأيضا يذكر لي في هذا المثال ما هو مقدار الربح عند حجم، عند موقع معين، عند حجم نشاط معين، وأيضا إذا كان تحققت خسارة ما مقدار هذه الخسارة. اكسرسايز يقول لو افترضنا في أحد العمليات الصناعية أن التكلفة الثابتة، التكلفة الثابتة اكسرسايز الفيكسد، لو افترضنا أنه في أحد العمليات أو في أحد المشاريع الصناعية توافرت لديك أيها الطالب البيانات التالية، الغرض منها الوصول إلى حجم التعادل ومعرفة حجم التعادل، هل هذا الحجم يعني مناسب، أي أنه أكبر من حجم التعادل، فبالتالي يكون قرار اتخاذ مكان للمصنع أو location decision يكون في ذلك الموقع الذي يمثل لي حجم نشاط معين. يقول في المثال أنه توافرت لديك البيانات التالية، أعطاني التكاليف الثابتة fixed costs equal 200,000 دينار. في 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 جميع المسائل يجب أن نقوم، يعني يجب أن تكون وحدة القياس واحدة، وحدة القياس تكون واحدة، فإذا كان هناك اختلاف في وحدات القياس فيجب توحيد وحدة القياس حتى نتحصل على نتائج صحيحة. التكلفة المتغيرة للوحدة variable cost of one unit، التكلفة المتغيرة للوحدة cost of one unit R. التكلفة المتغيرة تنقسم إلى عدة عوامل، يعني لدينا مادة خام ولدينا عمال ولدينا خدمات مباشرة، العامل الأول يقول أن تكلفة المادة الخام 20 أو 20 دينارز for الرو ماتيريال أو المادة الخام الرو ماتيريال أو المادة الخام 20 دينارز. لدينا 25 دينارز for الوركرز العمال، ولدينا الفايف دينارز فور الخدمات المباشرة أو دايركت سيرفيس، دايركت سيرفيس. هذه مما تشتمل عليه التكلفة المتغيرة، وهذه تساوي أو إيكوال 200,000 تمثل لي التكاليف الثابتة. المطلوب حساب نقطة التعادل بالوحدات
إذا كان سعر بيع الوحدة هو 100 دينارز، حساب نقطة التعادل بالوحدات، حساب نقطة التعادل أي حجم التعادل، إيجاد حجم التعادل بالوحدات إذا كان باليونيتز، إذا كان سعر بيع الوحدة هو 100 دينارز. سوليوشن، الحل المطلوب حجم التعادل. نقطة التعادل بالوحدات هي كمية التعادل، الكوانتيتي، الكوانتيتي اوف بريك ايفن بوينت، يعني عند نقطة التعادل كما قلنا من خلال الرسم التوضيحي أو الرسم البياني، خط رأسي على المحور الأفقي الذي يمثل لي البرودكشن سايز نتحصل منه على الكوانتيتي اوف بريك ايفن بوينت، يمثل لي حجم التعادل، فبالتالي حجم التعادل الذي يكون أكبر من حجم التعادل الذي سنتحصل عليه الآن يمثل لي حجم الأرباح، والذي أقل من الكوانتيتي اوف بريك ايفن بوينت يمثل لي أقل قبل يمثل لي الكوانتيتي اوف لوسز، فبالتالي يجب علينا أن نعمل على تخطي الوقوع في تلك المنطقة، وإن وقعت يعني المقارنة الآن، إذا كان الموقع من خلال التحاليل من خلال رسم البيان ومن خلال هذه المعادلات وجدنا أن الموقع يكون في منطقة الخسائر، فبالتالي نتلافى أو نتحاشى إقامة ذلك المصنع في تلك المنطقة تقليلا للخسائر. الآن نقطة التعادل بالوحدات كما عرفنا في المثال الذي يعني توصلنا إلى علاقة التعادل في المثال في قبل قليل، نستطيع الآن تطبيق هذه المعطيات والتعويض بهذه المعطيات في تلك المعادلة بهذا الشكل. نقطة التعادل بالوحدات تكون بالشكل التالي: quantity of break even حجم تعادل، حجم التعادل equal، حجم التعادل equal البسط التكاليف الثابتة fixed costs divided by price minus variable cost. cost بالتعويض then بالتعويض then لدينا الفيكسد كوست 200,000 divided by 100 price في السعر minus 50 مجموع التكاليف المتغيرة، مجموع التكاليف المتغيرة 25 and 5 مجموع التكاليف المتغيرة يساوي 50. الآن عملية رياضية سهلة جدا، عملية رياضية سهلة جدا، يجب علينا أن نعالج المقام أولا، ما دام هناك إشارة طرح يجب أن نعالج المقام أولا، فتصبح المعادلة كالتالي 200,000 divided by 50 divided by 50 يكون الناتج لدينا 4,000 units. هذا يمثل لي ماذا؟ يمثل لي ماذا أعزائي الطلبة؟ يمثل حجم التعادل، يمثل حجم التعادل، يمثل لي ماذا؟ يمثل حجم التعادل الكوانتيتي اوف بريك ايفن، هذا يمثل لي حجم التعادل. الان اذا كان حجم الانتاج بعد ال4000 فنحن في منطقة الارباح، واذا كان حجم الانتاج قبل ال4000 فنحن في منطقة الخسائر. في المثال السابق يقول ايضا